لابد من القول أن هذه هي السردية الروسية التي يصدقها الروس ومن يعيش في روسيا، وتسعى روسيا إلى تسويقها عالميا. وإن كان كثير من أهالي دونباس، إقليم دونباس وهو سلة غذائية مهمة بالنسبة لأوكرانيا، قد هجروا وتركوا، وبقيت هناك أقلية متحدثة باللغة الروسية مقربة من موسكو، تسيرها موسكو كما شاءت. يوم تطالب بالاستقلال، أي كما شهدنا في مطلع العملية العسكرية حصول هاتان الدولتان الدويلتين على استقلالهما، ثم اليوم يقولان أنهما يودان الانضمام. إنها ضمن حرب لعب الأوراق الروسية عبر وكلائها، وهذا يعني أمر مشروع في النزاعات العسكرية والنزاعات السياسية بين الجيران، بين الأهل، بين الأخوة السلاف، بين الأرثوذكس وإلى آخره، يعني ولو كانوا أبناء كنيسة واحدة. كل ما أود أن أقوله هنا أن المسألة هي مسألة أبعد من دونباس وأبعد من لوهانسك والسيطرة على بحر أزوف أو السيطرة على البحر الأسود ومنعه على الأوكران. إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعتقد وضمن كل الكلام الذي سمع خلال الثلاثة أشهر الماضية، يسعى بشكل أو بشكل من الأشكال، وكما جاء في كلام ضيفكم من موسكو، هو أنه أقل من تحويل أوكرانيا إلى دولة موالية لن يقبل. وبالتالي ما نراه اليوم ونشهده من مناورات ومن كلام عن خسائر أو تراجع في العمليات، أقل من تركيع الدولة الأوكرانية لن يقبل به شخص مثل الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لخبراء كثيرين في علم النفس وفي علم السياسة، حيث يقولون أنه لن يتراجع. هو يناور، هو يغازل، ثم يتمسك بالمفاوضات، ثم يفرغها من محتواها إلى تحقيق أهدافه. ولكن يبدو اليوم وهذه المرة فقط، في حين أنه أخطأ في حسابات ما، هو عن نسبة تفكك الغرب في مواجهته وتصميمهم لمواجهته. اليوم يبدو الغرب أكثر تماسكا بسبب المغامرة التي قام بها الرئيس بوتين عبر شنه الحرب والاجتياح. هو يدعوها عملية خاصة للقضاء على نازيين في دولة ربما يتواجد فيها قوميون حصلوا على 3% من الانتخابات، ولكنهم لا يسيطرون على الدولة الأوكرانية التي تتعدد أحزابها وتتعدد فرقها وشيعها من مقربين أو بعيدين عن موسكو، من مقربين أو طيب بعيدين عن الغرب، وهم يتصرفون كما تقتضيه حقهم في تقرير مصيرهم، وليس كما تبغى موسكو أن يقرروا مصيرهم.